السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده عن بذرة مهمة جدا ولنبات مهم جدا، هو نبات حب الرشاد أو باللاتيني الاسم العلمي له ليبيديم ساتيفم. ليبيديم ساتيفم دي البذور بتاعته، ماشي، ودي عينة جميلة جدا، بذرة حب الرشاد. بذور حب الرشاد، حب الرشاد ده يا جماعة نبات بيبلغ ارتفاعه 80 سنتي، وهو معروف منذ العصور القديمة، تمام، الفراعنة والإغريق واليونانيين والأشوريين، وهو أكثر أجزاء النبات شعبية في الاستخدام بذور حب الرشاد، البذور بتاعته. والبذور بتاعته غنية بالفيتامينز، فيتامين A وفيتامين C وفيتامين E والفوليك أسيد. الفوليك أسيد ده طبعا من مجموعة فيتامين B كومبلكس، تمام. من الخصائص بتاعة المحتويات الكيميائية لبذرة حب الرشاد أو الليبيديم ساتيفم، إن هو مفيد لعلاج ارتفاع ضغط الدم. طبعا وزي ما باكد فيديوهاتي دايما، لازم استشاره الطبيب، وخاصه الناس اللي هم الكرونيك او مرضى الضغط الدم، وينظم معدلات السكر، واكرر التحذير برضو لمرضى السكر، ويعالج بعض الامراض الجلديه، ويعتبر ملين طبيعي، وينظم الدوره الشهريه، ويساعد على نزول دم الحيض او الطمس، ويحتوي على نسبه جيده من الحديد الايرون او الفيروس، ويحتوي على خصائص مضاده للبكتيريا. وبنحذر هنا، لا يستعمل الا تحت اشراف طبيب متخصص، حيث يكون له تاثيرات سلبيه على اصحاب الامراض المزمنه. ومن التاثيرات حب الرشاد على الحمل، ان طبعا احنا عارفين ان حب الرشاد من خصائصه المحتويات الكيميائيه للبذره بتاعته، ان هو بيسبب تقلصات وانقباضات على اي اعضاء داخليه، ومن ضمنها الامعاء والرحم، قد تؤدي الى حدوث نزيف او اجهاض، وكذلك لا تستخدمه المرضعات، تمام. من الخصائص بتاعه محتويات بذور حب الرشاد، ان هو تاثير خافض لسكر الدم، ولكن لا ينصح لمريض السكر المزمن عدم تناوله الا بمتابعه الطبيب، وخافض لضغط الدم برضه نحذر تاني، تمام. ومدر للبول، بيساعد على نزول البول بكميه كبيره، وطبعا نحذر برضه من استخدامه الا باستشاره الطبيب، لان كثره التبول بتخلي الجسم يفقد املاح معينه كتيره زي املاح البوتاسيوم، تمام، وده بيقلل نسبه البوتاسيوم في الجسم. وبكده نكون خلصنا المعلومات اللي عندنا عن حب الرشاد، واتمنى ان الناس تكون كلها استفادت، سواء كان متخصص في الاعشاب او متخصص في تجاره البذور والحبوب، او كيميائي متخصص في الكيمياء الخاصه بالحاجات النباتيه. واتمنى للجميع التوفيق، ويا ريت كل اللي يعجبه الفيديو يعلق ويعمل لايك او اعجاب وسبسكرايب اشتراك وشير، تمام. واللي مش هيعجبه او عنده اي تعليقات، يا ريت يبعتها لنا في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.